الناس قاعد تسوي وين حنان قاعد شنو هذا؟ شوفي كم ليش ولع حشرات الحشرات صدقني ماكو شيء اخيس من الدود اللي حطوه الله يستر والله صرت اخاف بس الكرتون عند صندوق عندك عشان تعرفين وين تحطين كذي صرت اخاف صرت تخافين ما شاء الله والله صرت اخاف يا 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 ورهم ورهم يلا تعال حط والله صرت اخاف احط ايدي كذي سكري الباب ايوه يلا لحظه يلا يلا بكره اخاف والله اخاف انا ما انصح تحرك صح ما انصحك انا حنان حركته لا انا بعيده ها حنان بعيده انا بعيده والله شيء يهجم والله انزين حطي ها انزين شو اسوي يعني انا ضدك انا ها ما اقدر احط ايدي لا تحركونه ما قاعد نحرك بلا شيء يهجم انا بعيده تنسحبين لا حنان واخري حنان بعيده والله بعيده قنفل لا ترى في وقت ما يصير تطولين كذي ها في وقت ما يصير تطولين يعني بس استسلم استسلمت استسلمت شوفي وين هني شوفي وين حنان بعيده والله كله من الدود بس تحرك صح لا ما تحرك انت حركتي اي حركت ليش تحرك يحركوا لي انا بس حتى انت لازم يحركوا لك يلا يلا شنو هذا سبده يلا سهل سبده سهل ها يلا يلا جبن جبن لا لبنه لا جبن او لبنه لا. زبده صح نقطتين ايه ووو نقطتين حد حد على اخر شيء قلت جبن شكله الحين كم صرنا صرنا كم هو صار 3 5 وانا 4 يعني 5 4 اخر جوله اخر جوله يلا يلا اعطي سماعة كذي ما تعرف شنو داخل بطلة شنو هاي بطلة تعالوا حطوه انتو تعالوا حطوه يلا دلي 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 بس حد دلي يلا حطه عشان لحظة لحظة عشان بحط لك ليش قلت؟ بحط الشيء ليش قايم؟ لحظة قاعد ينظف لحظة وقت يلا يلا حلال اتحركين ما قاعد اتحرك والله بعيدة بعيدة كتكوت؟ لا كتكوت طير؟ لا بطة؟ لا شي في ريش؟ مسكته مسكته فار؟ فار؟ ايه مو وخر مو وخر بسم الله شفتوه؟ شفتوه؟ فار؟ والكتكوت؟
يلا هاكم بعد الوقت. لا بعد الوقت. يعني صار تعادل 5-5؟ يعني ايه؟ يعني الحين لازم تحل او لازم افوز. اي او يحطون جزء الجوله الاخيره. عادل تعال قول لي شنو فيه. لا لا شنو؟ لا زين سؤال، ليش ما حطيت الفار؟ من اللي اختار الفار حق ماما؟ حنان. من اختار الفار؟ مو انا. امكم مو انا اللي جايبته. عادل ليش ما حطيتون؟ عادل ما يحب الحيوانات كلش. انا ما اخاف الحيوانات. لا يلا واحد اثنين. شنو حط؟ ايه قطوة؟ لا ما اسمعكم. لا كتكوت؟ لا ها؟ لا لا قطوة؟ لا كلب؟ لا طير؟ شو قاعد تشير؟ وخروا 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 حيوان؟ لا حيوان؟ ما ندري كتكوت. أرنب؟ أرنب أرنب؟ أرنب إيه. فزت أهم شيء إني فزت. والله عجيب الأرنب شكلك عورته. الفار يلوع الكبد هذا حلو، ليش ما حطيتوا لي هذا؟ تدرون إني ما أخاف صح؟ إيه. عشان أنا اخترت. ها؟ أنا اخترت. حلو هذا. بو 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 شنو هذا؟ شنو هذا؟ شفيج؟ شفيج بعيد شفيج؟ حطيت اخاف منه. اوف الاغنية ازعجتني انا، سماعة قوية. من اللي فاز؟ عدنا الخوي. زين وين الهدية؟ هم اخذوا هدايا، انا من وين هديتي؟ شنو حاطين هدايا؟ انت تهدى وما تنهدي. وي 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 شنو الهدية؟ في هدية؟ ايفون اكس اكس. اذا بتعطيني تليفون امك؟ اذا بيعطيني تليفون امك طال هدية. هلا تطيح من الطاولة. عطني. هذا كان اخطر شيء صراحة. وايد خطر كان صراحة. هذا اللي خسر عدنان. اي والله. خسرني شنو فايز انا؟ في منتصف الجبهة. لو انت مو هذا كان انت فايز علي فوز ساحق. صح ولا لا؟ صح. انتهت التحدي اللي عدنان فاز علي. طبعا انا بعطي هديه، تختار اي شيء تبي. اي شيء؟ اي شيء تبي. والله العظيم؟ اي. والعدد؟ شنو شيء واحد شنو؟ ما 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 تبي بيبي جديد. طهرت. البيبي بيشتريه من الجمعيه عشان يبقى. زين لازم الحين اختار ولا بعدين يعني؟ تعال ابو عادل الوحيد اللي دائما بالقناه يهدي لي هذا يشتري لهم. قاعد اقول لك هو يهدي وما ينهدي. زين فيستاهل هالمره بهالتحدي لانه فاز صراحه بجداره وكان حيوانات وهو ما يحب الحيوانات. فشنو؟ انت تختار الهديه اللي تبيها منهم. هالمرة مو انت كده تشتري لهم، هالمرة انت احنا نشتري لك. خل افكر شوية. بعد التفكير والتمحيص ما ادري شنو اشتري، بس انا اقول شوفي توديني الافنيوز. اي اختار بين بلينك او الغانم او ايكيا، اشتري واحد من هالثلاثة. تشتري محل واحد من الثلاثة؟ لا مو محل. أي. اشتري شيء من داخل هالثلاث محلات. أوكي. يا بلينك بلينك ايكيا الغانم او كفراتي، اربعة. قلت هذا كله محلات، هذا انا كله الكترونيات. اي كفراتي ايكيا الغانم بلينك. اوكي يلا نروح. يلا نروح. يلا يلا. عرفت شنو ابي الحين؟ وصلنا لافنيوز. الشيء اللي ابيه داخل وين؟ معروف انا كله هني اصلا. أي. يلا. شفتوا هذا الشيء الحلو اللي دي نحط على الطاولة حق السيت اب الجديد غرفة الجيمنج. طبعا نقدر نبطل ونغير الاشكال كذي كذي. اي فابي اخذ هذا. تبي هذا؟ هذا عجيب. بس هذا ترى تستاهل بعد صدق. والله هاي باخذ شيء ثاني. ما صدق خبر. باخذ هذا. شنو هذا؟
هذا حق ميموريات فلاشات هم حق السيت اب الجديد حطه تحت الطاوله بعد أي. حركات استها شيء ثالث بعد ما يصير كذي بس ليه؟ هذا حق ماك مو حق بي سي صح ما ينفعني هذا يعني عيل استها شيء ثاني مو ثالث كان بيطلع لي ثلاث اشياء صح انا بما اني مو محتاج شيء فبشتري حق بوبو عادل ما يصير بشتري لهم فيجرز حق غرفة الجيمينج عشان يحطون على طاولاتهم كذي على فورتنايت ما فورتنايت اوكي فالفيجرز هني موجودين يلا اوكي تعال خلينا نشوفهم عدول بوبو حظهم حلو لما نفوز ما لقى شيء يشتري لي انا شريت لي شيء بس راح اشتري لهم هما بعد فعاجبيني هذيل الاثنين من فورتنايت اوكي و الباجي كله هني اوفر ووتش وكذي بس هذيل اللي لقيتهم حلوين من لان انا احب فورتنايت طبعا راح اخذهم وراح اروح الحين محل ثاني هم في وايد فورتنايت بس حلال يستاهلون عيالي لا يستاهلون عادل وبوبو يستاهلون هاي تحدي انا وياك ما يخالف انا بشتري حق عيالي راح اشتري لهم بعد هم راح اوريكم بعد شويه نروح نشتري هناك خذيناهم شوف عليك بالعافية الله يعافيك بس ما نسيت بروح مكان ثاني اخذ بعد استغفر الله يا 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 الحين يعني المحل اللي متروس منهم راح اخذ الحين انقي النوايد راح اختار وانقي واوريكم الحين لما نشتري راح اوريكم كم واحدة شريت تدري حق بوبو عادل انا تحسفت لاني قلت لك اختار اللي تبي بعد انت قلتي انا شو اسوي يعني يلا شنو خذيت؟ هذا ثانوس سبيشال اديشن احمر لونه وهذا سبايدر مان ياخذ سيلفي قاعد ياخذ سيلفي عجيب ابي بعد ايرون مان وين ايرون مان؟ هذا ايرون مان بس هذا مو لابس قناعه مو هذا مو هذا تحته هذا ايوه اشوف الايرون مان هذا ايرون مان مع القناع هم الحين بختار بعد بعد؟ اي ما شاء الله اي انا ما العب يلا اثنين ما يكفي اثنين العب يلا تعال في هذيل هذيل فورتنايت شوفيهم هني هذه الطماطه حلو باخذ الطماطه يا ليتني طماطه شوف 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 الله ما رضى شوف شوف يعني مو لا تاخذ مو زين باخذ هذا اي هذا حلو وايد احبه مو كنت عندكم منها كبيره بالغرفه لا باخذ هذه اي اوكي بعد بغص بغص هذه يبا لا تفوز بتحدي مرة ثانية هذي الله بعد في اشياء حلوة انا شفتها زين عادي مرة ثانية خش حق تحديات ثانية ها؟ تعال حبيبي خش حق تحديات ثانية تعني تعال ما اخذ بعد بس يلا اوكي بس يلا